اول حاجه في المقادير عندنا الدقه بتاعه الكبده اللي هنطعم بيها الكبده بتاعتنا، الكبده الاسكندراني، عباره عن ايه؟ فلفل رومي وفلفل حامي زي ما اتفقنا، وتوم وعصير ليمون وملح وكمون وكزبره، ده اللي هضربه في الكبده او حتى ممكن تضربيه في الهون على ايديكي. دي اساس التطعيمه بتاعه الكبده. نقول تاني التتبيله او الدقه بتاعه الكبده: فلفل رومي على فلفل حامي وتوم وملح وكمون وكزبره وعصير ليمون وخل، دول كده اللي هيتحطوا في الكبه او في الهون. حلو كده، ندخل بقى على الكبده نفسها. عندي كبده انا بحب دلوقتي اجيبها شرايح واقطعها انا على ايديا، لما بنجيبها متقطعه عصافيري اللي هي تقطيعة الكبده الاسكندراني بتبقى ناشفه شويه وبتشد كمان مع النار، فهاتيها كده شرايح وقطعيها زي ما هنقطعها دلوقتي مع بعض وتحطيها في الفريزر شويه تبقى متماسكه، فهتديكي تقطيع صح بامر الله وتعرفي تتحكمي فيها كويس. بعد كده بقى عندي على قد وزن الكبده فلفل. الكبده اللي عندي دي كيلو، يبقى هاخد في كيلو فلفل رومي اخضر على احمر مع قرن واحد بس حامي، وعندي معلقتين ليا مفرومه ومعلقه طحينه وهنعرف ليه دلوقتي، وبعد كده زيت وخل وعصير ليمون. دي كده المقادير بتاعه الكبده الاساسيه. النجاح بتاع الكبده اللي تطلع لك بطعم الكبده بتاعه بره بتاعه العربيات بتاعه الشارع بمعنى اصح، ان بالظبط وزن الكبده يبقى قده بالظبط فلفل، وزن فلفل كيلو كيلو نص نص، هو ده المظبوط اللي يخلي طعم الفلفل باين جدا في الكبده ومديها النكهه المميزه جدا جدا بتاعه الكبده اللي بنجيبها من بره. يبقى انا دلوقتي عندي التتبيله وعندي الكبده نفسها، تعالوا اول حاجه بسم الله نشتغل في التتبيله وتبقى جاهزه معانا. هيا بنا. ادي فلفل، يعني معنى كده ان الفلفل اللي هو بوزن الكبده ملوش دعوه بالفلفل اللي احنا حاطينه هنا، احنا هنا بنعمل تتبيله بس فقط لا غير. ادي فلفل رومي وهاخد عليه فلفل حامي، لا مؤاخذه يا عم سيف، ماشي كده؟ ماشي كده ولا كده؟ كده. لا ما احنا لازم برضو ايه نشتغلوا شويه يعني. فصوص توم. مين حبيبتي اللي بتقول كده؟ طبعا روحها التوم. ساميه بقى بتسال السؤال الازلي: ليه يا شيف هاله لما بعمل الكبده بتنشف مني؟ بتنشف منك يا قمر، النار في الاول خالص اول ما نزلت الكبده درجه حراره النار على عين البوتاجاز ما كانتش عاليه. ده الناس فاكره العكس، الناس فاكره لما تكون عاليه تتلسع مننا وتشد، لا اما تكون عاليه تاخد صدمتها وتفضل طريه زي ما هي. فالنار عندك مش ما كانتش عاليه وقعدتي تقلبي فيها كتير وسبتيها على النار كتير، هي تغير لونها بس على درجه حراره عاليه تبقى استوت. وعموما يا سمر امشي معايا خطوه بخطوه ان شاء الله تتظبط معاكي باذن الله. كده حطينا فلفل حامي على فلفل رومي وحطينا فصوص ثوم، وادي كمان شويه ملح يعني حوالي كده ايه معلقه صغيره، وكمان طبعا حبيب الكبده الكمون برده معلقه صغيره، والكزبره نفس الحكايه. اهي التتبيله بتاعت الكبده بسم الله معايا. حلو كده، وعندي كمان ادي الفلفل اللي هو بوزن الكبده بالظبط، زي ما قلت لك انا عندي كيلو كبده هشتغل عليه يبقى على طول كيلو فلفل، وادي معلقه ليا ضاني مفرومه، وادي فلفل حامي، الطحينه دي مش هنحتاجها دلوقتي هتبقى في الاخر خالص، وادي زيت وخل وعصير ليمون. وصوري كل اللي انا بقوله ده، كل ده يتصور يا جماعه عشان تبقي عارفه انت بتعملي ايه. الله ينور يا استاذ احمد. بالشكل ده اهي جمعتها لكم كلها كده على بعضها. طيب وبعدين هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ سكينه حاميه، سكينه حاميه، ويكون الكبده زي ما اتفقنا الكبده تكون في الفريزر، لازم تكون يعني واخده ايه ثلاث ارباع تجميده عشان تعرفي تقطعي الكبده ناعمه، وعلى طول بتنزل كده العصاره بتاعتها، فلو كانت طريه مش هتعرفي تقطعيها. نمسح كده، الكبده ما بتتغسلش، واللي عايز يعاركني يعاركني بجد والله. مين حبيبتي اللي بتقول كده؟ طيب ساميه بتقول على اقتراح، قولوا لي موافقين عليه ولا لا، لو موافقين عليه نشتغل عليه ان شاء الله. ساميه يا جماعه اللايف بتقول لي عايزين في رمضان كل يوم تقولي لنا اليوم اللي جاي
هتعملي ايه عشان نحضر المقادير ونشتغل معاكي فيه، نعمل الفطار مع بعض، ايه رايك؟ طب انا هقول لكم على حاجه، ممكن بالليل ان شاء الله قبليها بيوم بالليل على صفحتي هقول لكم هنعمل ايه، وننزل المقادير بتاعه تاني يوم عشان تجيبوها، ايه رايكم في الفكره دي؟ طبعا برضو هندور على بوله، مش هنلاقي ولا هنلاقي؟ بصوا كده البوله اهي، وهروح واخده الكبده اللي اتقطعت زي ما هي، ما تحاوليش تفتحيها عشان هي لو حاولتي تفتحيها تتهري منك. بصوا كده اهي ماشي. طيب احنا لسه عندنا جزء تاني هنقطعها ازاي؟ الموضوع ده مهم جدا يا استاذ احمد، لان بيجيلي فيه اسئله كتير جدا، اقطع الكبده ازاي؟ حتى لو عندي كبده ضاني، لو عندي كبده بلدي اقطعها ازاي؟ اعملها عصافيري. تاني اهم من التقطيع انها تتحط في الفريزر تجمد، تبقى بصوا اهي دي كده مثلا بقالها ساعه في الفريزر، لا هي جمدت قوي بقت قطعه تلج ولا هي فكه طريه اهي. في اجماع على ان احنا نقول فكره المقادير قبليها بيوم بس كده؟ موافقون؟ قولولي، اكتبولي دلوقتي على اللايف موافقون. يلا احنا كده قطعنا الكبده وعندنا التتبيله، هنعمل ايه بقى يا ست الحبايب؟ بسيطه جدا، تعالي معايا، ادي الكبده، هاخد شويه من التتبيله بس التفل، يعني مش هحاول اخد من عصير الليمون، مش عايزه اخد سوائل اهو، عشان لما اجي ادي الكبده صدمتها ما يبقاش في سوائل تبرد لي درجه الحراره. بصوا كده تاني، ودي حاجه بسيطه جدا من التتبيله، يعني مش دي الاساس بتاع التتبيله، انا بس بطعم الكبده وهقلبها كده. ما شاء الله تبارك الله، كده الكبده جاهزه معانا زي العسل. ماشي المعلقه دي، شكرا، نجيب غيرها. يلا قولوا لي يا جماعه، بيقولوا ايه يا حبايبي على اللايف؟ يلا موافقون وبشده وبشده، انتوا ايه للدرجه دي نفسكم؟ يعني عايزين برضو موافقين على فكرة ان احنا كل يوم نعمل حاجة برضو للسحور مع الفطار، صح كده؟ انت بتردي ليه انت؟ انا هو انا بسألك انت؟ ايوه، ايه انت جاية تحققي احلامك هنا؟ وانت يا سيف كمان موافق؟ لا لا، ده كده اجماع يا جماعة، كده اجماع، سيف كمان موافق؟ طبعا طالما موافق لازم ننفذ عشان يصفر لنا، عشان يصفر لنا. هو فين الزيت؟ اهو، قول لي يا استاذ احمد تقول ايه؟ قرب ايه؟ اه بس مش هنقول كده دلوقتي، ماشي. كده دلوقتي هجيب طاستين على النار، ركزوا معايا لان كميه الفلفل كبيره، وانا عايزه ادي الكبده صدمه صح، فانا هدي الخضار صدمه لوحده والكبده صدمه لوحده واحطهم على بعض بس. شكرا. اللي هي فين بقى؟ اللي هي الضاني مع الكبده مش مع الخضار. طب هنا هننزل بالخضار، استنوا كده الزيت انا عايزاه يسخن قوي للاتنين، وبعد كده زي ما قلت لكم هنا، يلا عشان تشموا معايا الروايح بقى، هنا هننزل باللية كده قبل ما الزيت يشد اهو، ماشي بالشكل ده. الكبده خدت ايه؟ خدت ملح وكمون وكزبره فقط لا غير. بصوا اللي هي الضاني هتبتدي ايه؟ تطرقع كده، يعني بتشد، هتشد معانا. حلو، هنزل هنا على ايه قوليلي؟ بصوا كده، وبعد كده عندي التتبيله، هروح واخده هنا معلقه شموا الروايح. شموا، انتوا شايفيني انا اهو. شايفين الدخان؟ طب شمين الريحه يا جماعه، شايفين الجمال كده؟ حتتين فلفل حامي هنا وحتتين فلفل حامي هنا، ومعلقه من الخلطه هنا ومعلقه من الخلطه هنا. عايزه اقول لكم الريحه كفايه، يلا ولا هننزل كبده ولا اخد، كفايه الريحه اللي احنا شمينها دي، اللهم بارك، يعني حلوه قوي. هنا بقى بعد ما الفلفل كده ايه خد تشويحه كده مع الخلطه، هنزل بكميه الفلفل اللي عندي. بسم الله اهو، عيشوا النهارده يا جماعه
مع احلى كبده اسكندراني بامر الله على اصولها اهو. قلبي بقى كده، وعايزين كميه الفلفل دي تدبل معانا بس كده. نهار ابيض نهار ابيض يا نهار ابيض. وهنا دي تشد بس معانا، عايزاها تشد قوي قبل ما ننزل بالكبده. هنا هي لسه شويه لما بقلبها كده ما بتعمليش صوت، فلسه طريه. لا عايزاها تبقى ايه على اعلى درجه حراره وتشد معانا قوي، فسيبيها شويه. خلينا نقلب. طبعا ريحه الفلفل مع الخلطه حاجه عالميه ما شاء الله عليها. بصوا يا جماعه الفلفل هنا ما تبلغوش في التسويه بتاعته عشان لونه ما يروحش. وبعدين انا عامله كمان ايه، عامله ميكس بين الفلفل الاحمر والاخضر عشان لما يتحط على الكبده ويتحط في الحواوشي يبقى شكله حلو جدا اهو كده. قلبه كده بالشكل ده. وخلي بالكم انا مش عايزه اقلب الكبده دلوقتي لغايه بس ما تفك من الطاسه، يعني انا لو جيت كده لقيتها فكت هقلب. اهي فكت، اسمعوا بقى الصوت ده، شايفين الطاسه ناشفه ازاي والصوت عالي. بس سيبيها بقى لغايه ما تغير لونها. السر في الروايح اللي طالعه دلوقتي اللي نفسي تشموها تفتكروا ايه؟ السر في الروائح الجميله دي التتبيله اللي عملناها في الكبه، او ممكن زي ما قلت لك تضربيها في الهون على ايديكي، المعلقه اللي حطيناها في الاول في الزيت. وده شغل محلات الكبده او هنقول عربيات الكبده اللي في الشارع، تبقي ماشيه من بعيد كده هتموتي وتروحي تدوقي سندوتش، الريحه بتجيبك. الريحه دي بسبب معلقه التتبيله اللي بتتحط في الزيت مع اللية، زيت ولية ومعلقه التتبيله ويقلب، خلاص الريحه ملت الدنيا. وده اللي حاصل معانا. كنت اتمنى ان انت دلوقتي تشموا الريحه. اللي حاسس بالريحه كاحساس بقى يكتب لي دلوقتي على اللايف ويقول لي. يلا وحبايبنا فين اللي على التليفون؟ بصوا الفلفل قرب خلاص، يعني قرب ايه، ما تبقاش حته الفلفل صاحيه كده، ابتدت كده شويه تدبل، مش عايزينها تدبل اكتر من كده. كده زي الفل اهو، شايفين المنظر والشكل؟ بس كده حلو قوي. نزل المقادير اهي، المقادير قدامكم اهي. الكبده الاسكندراني دلوقتي احنا لسه ما حولناهاش لحواوشي، احنا دلوقتي شغالين في الكبده الاسكندراني. وهوبا بقى، بصوا بصوا بصوا، انا عايزاكم تغمضوا عينيكم، غمضوا عينيكم وفتحوا عينيكم على الحركه اللي هنعملها دي. اللهم بارك. استنوا الوقت طلع تقيل شويه. بسم الله، يلا بينا يا عم سيف، انت معانا يا عم سيف؟ معانا يا رب. ننزل بقى كده بالخلطه الحلوه دي على الكبده الاسكندراني. زود لي الكميه، يعني انا لو عندي نص كيلو كبده تعمل لك اكله محترمه. تزود لي الكميه وتدي طعم حلو جدا جدا للكبده بتاعتنا، اللهم بارك. وتقليبه حلوه، سامعين الصوت عالي ازاي؟ والله يا ريت اقدر ادوقكم كلكم، والله بيكتبوا لي على اللايف جوعتينا اذا كنت انا جوعت. بصوا بقى كده، ده المنظر الجميل اللي عايزين نوصل له ان شاء الله. وصلنا للمرحله دي تمام. معانا ايه؟ معانا الدقه بقى بميتها، الخل وعصير الليمون اللي نازل من الدقه، واروح مطعماها كده. وهنا مش هسكت قليلا، لا مش هقدر اسكت مش هقدر اسكت. خدوا المعلقه دي. بعد كده الميه اللي نازله دلوقتي دي لا كبده، لا ميه كبده ولا ميه خضار، دي العصير الليمون والخل اللي كانوا في التتبيله اللي انا لسه منزلاهم دلوقتي. خليهاش تضحك عليك تقوليش لا ده الكبده جابت ميتها دي هتنشف مني، لا الميه دي ميه التتبيله بس يا ستي. وشمي الجمال بقى، حلوه شمي الجمال، هو الجمال بيتشم، شوفي الجمال صح. بصوا اهو، مجرد ما ميه التتبيله دي تتشرب كده اهي قدامكم اهي الكبده استوت. بس يا ستي حبيبه قلبي اللي كتبت ان الكبده بتنشف منها، اعمليها بالخطوات دي بالظبط، درجه حراره عين البوتاجاز
لازم تكون عاليه عندك. كل ما كانت عاليه كل ما خطواتك مشيت صح باذن الله. يلا بينا بس كده. ودلوقتي بقى على ما تاخد بس ايه التقليبه الحلوه بتاعتها وتشرب شويه ميه التتبيله لعصير الليمون والخل، سامعين الصوت؟ شربت بقى زي ما اتفقنا ميه، بصوا شربت ميه التتبيله اللي كانت نازله، كان هنا في ميه كان فيها عصير ليمون وكان فيها خل، شربتها وزي ما شايفين بصوا الطاسه قدامك ناشفه ازاي اهو. قبل ما تطلعوا الفصل كنت بعمل كده، كان في ميه التتبيله كلها نازله، اللي حصل انها شربتها، وسامعين الصوت عالي ازاي؟ حلو جدا جدا كده. شويه كبده اسكندراني لوز العنب عسل، هنعمل ايه بقى؟ شيليها بقى كده بعيد عن النار، وهنحط بقى جريل حلو كده يسخن كويس قوي عشان نسوي الحواوشي. طبعا الحواوشي بتاعنا الكبده اللي هي الحشوه الاساسيه بتاعه الحواوشي مستويه، فانا كل اللي هحتاجه ايه على الجريل ان انا ابصم الرغيف فقط لا غير، مش اكتر من كده. هنا بقى تعالوا بقى نكمل الجمال ده. بعد ما شلناها كده بعيد عن النار هنروح حاطين عليها معلقتين طحينه، بسم الله، عشان اولا تخليها تبقى متماسكه جوه رغيف العيش، وثانيا انت هتديها طعم في منتهى الجمال اهو. بس امتى حطينا الطحينه؟ امتى الطحينه؟ حطيناها لما شلنا الكبده من على عين البوتاجاز، عشان لو عملنا العكس ايه اللي هيحصل يعني؟ وهي على النار كده سخنه قوي وعماله اقلب فيها، لو حطيت الطحينه هتخرز، الطحينه نفسها هتخرز، لكن بعيد عن النار تسيح على طول مع الكبده. بصوا بقى كده اهو. بس يا ستي اولا فتحت لونها، بس ده ما يهمنيش خالص يعني موضوع اللون في الكبده الاسكندراني، لكن بتدي شويه جوه العيش، هتدي تماسك بالشكل ده كده. خلاص كل حاجه جاهزه معايا، اللهم بارك. الكبده تحفه يا جماعه على فكره يا استاذ احمد، يعني انا لو قدامي دي انا هقعد اغمس كده، لسه هعمل حواوشي واوجع قلبي يعني انا يعني نعمل ايه دلوقتي؟ كده الوجب بيسخن كويس قوي، وتعالوا بقى دلوقتي نعمل الحواوشي بتاعنا. عايزه بس اجيب مقصوصه كده مخرمه او دي كويس شويه على التماسك، ما عندكيش مفيش داعي، حطيها بقى كده عشان بس الكبده مستويه، الحشوه مستويه، فعشان وانا بسوي الحواوشي سخن قوي. قول لي يا استاذ احمد، لا مش لازم، انت عايز واحد من غير جبنه؟ عايز رغيف من غير جبنه؟ حاضر. بس خلي بالك هيبقى اغلى. ليه بقى اغلى يا جماعه؟ لانه هياخد حشوه اكتر. مش في المحلات وفي المطاعم بيعملوا كده؟ بصوا هنحط بقى ايه كده شويه زيت. حاضر روان انت كمان عايزه من غير جبنه؟ مين دي؟ مين دي؟ ياسمين. دي ياسمين ايه؟ طلبات على اللايف كمان، قولوا لي يلا طلبات حبايبنا على اللايف، بسم الله. على اللايف ايه يا حبايبي؟ قولوا لي طلباتكم، انتوا كمان ادخلوا معايا في الخناقه، يلا ادخلوا معايا في الخناقه بتاعت القناه. ام يوسف بتقول يا جماعه هتجيب الرغيف معاها وتيجي. يلا يا مسلم. لا والله في عيش كتير جدا يا ام يوسف، اللهم بارك. عدينا على الفرن الصبح وجبنا شويه عيش بقى اللي هو نص سوا ده، تحفه. ما تجيبيش حاجه معاكي، تعالي والشاي عندي ونعناع اخضر زرعه بنفسي وحاجه كده بقى ليله.